مساء الخير مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا. ختام المرحله 14 بدوري الفا للفوتبول مباشره من ملعب مدينه كميل شمعون الرياضيه بمباراه بتحمل عده عناوين ان كان بالنسبه لطرفي النجمه وطرابلس وحتى بالنسبه لكره القدم اللبنانيه بشكل عام. العنوان الاكبر فيه سميه العوده، عوده مدينه كميل شمعون الرياضيه لاستضافه المباريات، عوده جمهور النجمه ايضا الى المدرجات وعوده جمهور النجمه الى الملعب مدينه كميل شمعون الرياضيه، وهي كانت زيارته الاخيره الى الملاعب من بعد ما تم توقيفه وابتعد عن مواكبة فريقه. على كل حال اليوم المباراة مهمة جدا بالنسبة للنجمويين أيضا يلي بدون يعودوا على مسافة 5 نقاط من العهد يلي كان فاز بهالجولة على الصفا بنتيجة 1-0. المباراة يلي تابعناها عبر شاشة وان خلال يوم السبت. اليوم بالمناسبة مباراة النجمة وطرابلس منقولة مباشرة عبر ام تي في وعبر وان، رح يكون معكم بالنقل المباشر، بتقدروا تتابعوا المباراة على وحدة من القناتين. حديثنا كبير رح يكون عن هاللقاء ان كان على الصعيد الفني، على الصعيد الفني للفريقين. يعني طرابلس اصبح فريق مثير للاهتمام مش بس بسبب صراعه للهروب من الهبوط، انما ايضا بسبب ادائه بالمباريات الاخيره وكفاحه للحصول على النقاط، تحديدا بمباراته الاخيره امام الانصار، بالوقت يلي النجمه فريق عم يسير اذا فينا نقول بطريقه وباستراتيجيه جديده وبروح وبصوره جديده مع المدرب موسى حجاج، وكل له امل انه يقرب اكثر من العهد ومن دون شك يقدر يقبض على الصداره. على كل حال اسمحوا لي رحب بالبدايه بمحلل ام تي في كابتن حسين حمدان. مساء الخير. هاي شربل كيفك؟ يعني اهلا وسهلا فيك بدايه. اليوم ارض الملعب مثاليه لاقامه المباراه. صحيح. يعني احنا دائما بنصوب على الامور الايجابيه والامور السلبيه. صح. بتقدروا تشوفوا مشاهدينا خلفنا اللون الاخضر يلي عم يغطي ارض ملعب مدينه كميل شمعون الرياضيه، ملعب يلي عاد اذا لاستضافه مباريات. يعني الصوره الجميله، المينيموم والطبيعيه باي دوري شربل لازم تكون الملاعب كلها هيك. نحن عم نفتقد باخر فترات لهيدي النوعيه الجيده من الملاعب. ان شاء الله اليوم تشوف مباراه كبيره طرفية، هي النجمه وطرابلس اكيد. يلا من ارض الملعب ننطلق للتحليل. يعني ما في شك انه النجمه قبل بس بدي اقول لك شغله، انا قلت انت نقطه مهمه عن الملاعب وارضيه الملاعب. اليوم ارضيه الملعب بتساعد النجمه كثير ليلعب فوتبول، فوتبول يلي بده اياه موسى حجاج، وهو التمريرات القصيره، التحرك من دون كره، لاعبين قراب من بعضهم، التمرير السريع. حتى الشيء الشخصي شفناه بمباراه على ملعب طرابلس، لانه كمان ملعب طرابلس هي نوعيته جيده جدا، الحشيش الطبيعي فيه جيد جدا، شفنا النجمه كان عم بيقدم كمان مستوى جيد. تنويه بشغله بانه الكابتن موسى عنده ثبات بالتشكيله، دائما 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 ما عم بيغير كثير، يعني بيغير لعيب او لعيبين بداعي الاصابه. اليوم غير لعيب واحد حسين عم نشوفه امامنا على الشاشه، ابو بكر المال يلي عم بيكون موجود على الجهه اليمنى بدل محمد المصاب. خليني اقول تشكيله على السريع وبتركك ترجع تكمل حكيك بهالاطار. علي السبع بحراسه المرمى، امير الحصري، قاسم الزين، محمد شاونه واندرو صواري بخط الدفاع، بخط الوسط ادريس انيونغ ويحيى الهندي، نادر مطر، على طرفي الملعب مثل ما قلنا ابو بكر المال وحسن معتوق، اما بالهجوم فموجود علي علاء الدين او علي سلمان كمهاجم وحيد. هذه تشكيله النجمه. رح نشوف بس يعطينا جورج خليل مخرجنا تشكيله طرابلس، بنحكي اكثر عن طرابلس. هاي تشكيله طرابلس، خلينا نقول التشكيلتين ونقدر من بعدها. صحيح. نحكي اكثر. نزيه اسعد اذا بحراسه المرمى، عبد الله عايش وعبد الله مغربي الجانب، ممدو سيلا وخالد العلي بالدفاع، احمد مغربي ومحمد العرجة بخط الوسط، مارك ديوم، محمد مقصود موجودين على طرفي الملعب، وبيلسون عنده وفؤاد عيد بالهجوم. خلينا نتابع حسين بحديثنا عن النجم. يعني استبعد التشكيله اللي عم يلعبها موسى، مختلفين كليا بالفريقين. النجم عم يلعب بطريقه 4-3-3، بينما طرابلس عم يلعب بطريقه 4-5-1 او 4-1-4-1، طريقه دفاعيه. وهيدي الطريقه شفناها بمباراه الانصار بماتش جوني بملعب جوني، وكان قادر انه يخطف نقاط 3 باخر دقيقتين فريق طرابلس بالطابات المرتده. فريق مزعج كثير، عنده حارس مرمى عم بيقدم مستوى جيد جدا اللي هو نزيه باخر فترات، بينما النجمي مطالب اليوم انه يرجع يكفي بالمستوى التصاعد اللي بلش فيه البطوله مع الكابتن موسى بالثبات بالتشكيله. واليوم عنده كل الظروف، الملعب جيد، جمهوره حده، لازم كمان يضل منافس العهد. هيدي بالصوره العامه. خلينا نشرح شوي الماتش انا وياك، بنحب نحكي فنيا اكثر. اكيد مشاهدينا ذكر اكثر المباراه يلي عم تشوفوها طبعا مباشره عبر ام تي في ووان. طبعا في جلسات اليوم، جلسه ثقه للحكومه، يعني بتقدروا اكيد في حال الهواء نقل على جلسه ثقه يلي عم تحدث عنها، بتقدروا تتابعوا المباراه عبر ووان، واكيد رح نبقى معكم مباشره عبر ام تي في. حسين، بالحديث عن موضوع النجمه تحديدا، بدي اربط ارض الملعب. اليوم فريق مثل طرابلس يلي بيتكتل بالدفاع بحاجه لفريق
إذا أنت بدك تربح عليه بدك تكون سريع، بدك تكون نقلتك للكرة سريعة، انتقالك للحالة الهجومية سريعة. مع أرضية الملعب الموجودة اليوم تقدر تساعد النجمة بشكل كبير يلعب اللمس الوحدة بوسط الملعب، ينتقل بالحالة الهجومية عبر الطرفي على الملعب ويقدر يضرب دفاع ترابط المتكتل. كل العناصر الفنية عند النجمة موجودة، إن كان خط الوسط إن كان بالمهاجمين. اليوم الإضافة لازم تكون عبر الظاهرين، لأنه لما يكون في عندك فريق متكتل ورا، اليوم شغل أندرو سوايا وأميل حسري المفروض يكون كبير، عمال اليمين وعمال شمال يخفف الضغط على حسن معتوق وعلى أبو بكر لما بيطلعوا من ورا، هذا اللي بيعمل زيادة عددية دائما. شغل خط الوسط مفيد. بدنا ننتبه للشغل إنه فريق طرابلس فريق جيد جدا بالطبيعة المرتدة، فريق عنده الإرادة، عنده الشخصية، وهذا شفناه بمباراة الأنصار، ولازم ننوه بهذا الشيء دائما إنه فريق عم بيلعب بروح. طالما خصمك اليوم النجمة يعني الروح موجودة، لأن أنت عم تواجه فريق بطل. حلو نحكي عن طرابلس شوي، أنت عم تنقل لحالك عن طرابلس، أنا حابب أحكي عن نقاط كتير بطرابلس. صح. يعني واحدة من النقاط اليوم عودة ويلسون عنده المرتدات، عرفنا أنه سلاح طبيعي لأي فريق بيلعب بالحالة الدفاعية، بس هون اليوم ما نحكي عن أمر مهم، وجود ويلسون عنده يلي تعودنا نشوف طرابلس بيلعب على الطويل ليستفيد من سرعته يوصل لهاللاعب، هل هو إضافة كبيرة للهجمات المرتدة أو ممكن خلي طرابلس يقع بفخ العشوائية وما تعود هجماته منظمة مثل ما شفناها أمام الأنصار؟ كان خطير، كان قدر يفوز بالمباراة 100% وخاصة طابق بآخر دقيقتين. أنا بعتقد طرابلس اليوم ما رح يغامر، خاصة بالشوط الأول أو بالأول 60 دقيقة 65 دقيقة ما رح يقدر يغامر، حيلعب على الطابات المرتدة. ممكن يكون سلاحه ويلسون بالطابات المرتدة ممكن، بس محمد مقصود كمان لعيب سريع وعنده كمان الإرادة هجومية كتير منيحة، هذا الشيء اللي حيعمل إضافة اللي حيشكل إرباك لدفاع النجمة. بس أنا برجع بشوف دفاع النجمة بآخر مباريات عنده الشخصية وموجود، بس خاصة لما عم تغير دايما من 4-3-3 ل 3-5-2 لما عم يكون متعادل الفريق. مع الحضور اللافت لجمهور النجم اشتاق للملاعب والملاعب اشتاقت له، واكيد فريقه اشتاق لانه يكونوا اصوات النجمويين خلفه. اليوم فريق طرابلس حسين عم يلعب كل اوراقه الهجومية من البداية، يعني وجود محمد مقصود كأساسي، فؤاد عيد كأساسي يلي هو كان بديل ويلسون عنده بالمباراة امام طرابلس لانه ويلسون كان موقوف، وجود ويلسون اساسي، مارك ديون بالتشكيل الاساسية، هذا بيعمل تقل كبير على احمد مغرى ومحمد العرجة بمواجهة بصراحة